الشهادات لن تصنع منا أحسن الجثث، شعار راسخ حمله بيان إضراب الطلبة الجزائريين ذات 19 مايو 1956 مساندة للثورة المضفرة. إحياء هذه الذكرى المجيدة يأتي في وقت جعلت فيه الدولة الجزائرية مسألة الذاكرة أولوية، ولعل أهم ما يميز الجهود الرامية إلى إحياء الذاكرة بكل معانيها استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية. فبعد حجز قصري تجاوز 170 عاما بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس، ها هي الجزائر وعشية الذكرى 58 للاستقلال تسترجع الأبطال باستقبال يليق بمن ضحى لأجل تحرير البلاد. إحياء الذاكرة لم يتوقف هنا، فالجزائر ولأول مرة رسمت لها يوما وطنيا تخليدا لمجازر 8 مايو 1945. ولأن الإعلام له دور أيضا في ترسيخ تاريخ الجزائر للأجيال المتعاقبة، تم إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالذاكرة كسند للتعريف بالماضي المشرف لبلادنا. ثمرة إحياء الذاكرة تجسدت أيضا في التعديل الدستوري الجديد، فتكريس بيان 1 نوفمبر احترام رموز الثورة التحريرية وترقية كتابة التاريخ الوطني وتعليمه للناشئة، كلها تأتي لتقوية روابط الانتماء والاعتزاز بأمجاد الوطن.